بابي بوجوه الناس الكذابي حوالي أهلي وحبابي وعم داري حلمي الصغير بسكر بابي بوجوه الناس الكذابي أهلي وحبابي وعم داري حلمي الصغير ليكي لأنه أنا ما بدي خالتي تضل مزعوجة من تصرفاتك. عندك فرصة لتحسني سلوكك. فرصة أخيرة. حسني سلوكك. بكرة الصبح بتروحي بتحكي وقدام كل العالم عن الشي اللي عملتي. يمكن الناس والقانون ما يعاقبوكي إذا اعترفتي. إذا أنتي ما اعترفتي بكرة الصبح بكل اللي عملتيه رح جيب الشرطة ورح ياخدوكي قدام الكل كمان. وصحي لا تحاولي إنك تهربي. نحن رح نقدم لك الحماية اللازمة لأنه بحسب حكي مهيك الخطر لسه ما راح، لهيك رح يبقوا رجالي هون كم يوم. وتذكري معك لبكرة لحتى تعترفي، وإلا مو بس رح تنزلي وكمان رح تعفني بالسجن. شكرا لكم. عفوا بنتي. على الحب اللي اعطيتونا اياه. عن جد شكرا. ساعدتونا كثير وقت كنا عم نمرق بمرحله سيئه. يسلم. بنتي بالنيابه عنك، انا بدي ميشاريا يحقق لي هالطلب. خلونا ننظم حفله استقبال لابنكم وبالبيت السعيد. اكيد. شكرا لكم. وانا طلبي هو مهك. اهتم فيها طبعا. بالتوفيق. يلا يلا رح نبلش تحضيرات الاستقبال. امشوا. ايه جاي جاي. طلي دوقي وقولي لي كيف الطعمة. الف صحة. الو انجلي، شو جابك لهون؟ يلا فوتي لجوا. اخي امي بتكون عرفت. شو بدها تكون عارفة؟ إنه أنا شفتها عم تحط السم بالأكل، خايفة بجوز تعصب أمي وتنتقم من مهك. أخي أنا كتير ذكية، ما حدا بيقدر يهزمك أنجلي. Oh, my God.
مهيك 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 شوفي مهيك 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 بنتي باجرنجي جيب تاكسي لازم نروح على المستشفى فورا يلا روح رح جيبها فورا فهمونا باجرنجي خلينا نساعدها يلا شوريا شو اللي عم بيصير معه عم تسأليني هالسؤال إلي؟ أنت المسؤولة عن هذا الشيء حاجة تمثيل بقى عرفان أنك معصبة مني ومن مهك كمان بس ما توقعت أنك تعاقبي ابني أنا اللي لسه ما انولد هيك إذا بيصير أي شيء لمهك أنا ما رح سامحك طول حياتي بسببي؟ طيب يلا خلينا نمشي لا باجرنجي استنى هلأ بدي جيب معي الرز بحليب بدي أخده على التحليل نهال خليكي معهم أمي أنتي منيحة؟ أنتي؟ على أساس ما بدك تجي هلأ صرتي منيحة؟ أنجلي ما هيك تأذت بعد ما أكلت الرز بحليب ماما أنا من شوي إجيت شوريا حكى معي بالتليفون وطلب مني إنه أجي ولما أنا أجيت لهون قالوا لي شو صار بالتفصيل منروح على البيت وهنيك منصلح الموقف لا بدي روح لعند مهيك بدي روح شوفها بالمشفى أنجلي أنا بدي روح لعند مهيك ماما رح أخدك على المشفى بس هلأ خلينا نروح على البيت أنت مفكرة مفكرة أنه أنا عملت هيك بمهيك هو مفكر شوريا ابني مفكرني كان بدي أقتل ابنه وحفيدي قبل ما يولد ماما رجاءً خلينا نروح على البيت يلا حتى أني ما عرفت المشفى اللي أخذوا مهيك عليها حتى يعالجوها لازم حاكي شوريا على التليفون أنا ما عملت شي ماما شو عم تعملي أنتي؟ أنا رح أعرف هنن بأي مشفى وشو صار معهم كمان أنتي لا تخافي يا أمي ليكي لبين ما تجي المعلومات لعندي ما رح تحكي مع حدا بالتليفون ماشي؟ رح أعرف كل شي فورا رجاءا امسكي هاد أنا رح أحكي مع شوريا أنجلي إيه أمي ليكي بنتي أول ما تشوفي شوريا بالمشفى فوراً بتخليه يحكي معي إيه أكيد رح أتصل فيكي أمي رجاءً انتبهي على حالك أنت المسؤولة عن هذا الشيء حاجة تمثيل بقى عرفان أنك معصبة مني ومن مهك كمان بس ما توقعت أنك تعاقبي ابني أنا اللي لسه ما انولد هيك إذا بيصير أي شيء لمهك أنا ما رح سامحك طول حياتي أنا ما فيني ساوي هيك شيء بنو أنا ما فيني إيزيها لما هيك بهالطريقة هيك
كيف مهك؟ كيف صارت طمنيني؟ عادي خالتي أنجل المسؤولة عن هالشي، هي عبت براسه لشوريا ضد خالتي كارونا، قالت له هي سممتها. شفت بنات قوايا بحياتي بس ما شفته لوحدة مثل أنجلي هي. خالتي حاولي تفهمي لشوريا، هو معصب كتير. شوف شوريا، ما فيني شاركك وجهك، بس خليني اقول لك شغله، اختي وبعرفها ما ممكن تعمل هيك شيء. خالتي رجاءا حاجه تدافع عن امي، هي حاولت تقتل شخصين بريئين بسهوله، هي بتكره عائلتها، تكره عائلتها لدرجه انه تقتل هدول الاشخاص البريئين اللي ما لهم ذنب. تفضل سيد كنا. دكتوره الحقيقه حاله مرتك كثير خطيره، السم كان قوي كتير بصراحة، كتير صعب إنقاذ الطفل كمان. ما عندي صبر حتى يخبرني الزلمة إنه ماتت مهك والولد اللي ببطنها كمان، هالشي رح يسعدني. دكتورة لحظة، رجاءً رجاءً، انتي الوحيده اللي فيك تنقذي عيلتي، لو سمحتي انقذي لي مرتي وابني. عم نعمل كل جهدنا لننقذه. انجلي قولي لي شو صار، حكيتي مع شوريا؟ انا اسفه ماما، ما كان قدران انه يسمعني، هو قال انه مقتنع انه انتي اللي سممتي يا لمهك. ما حاولتي تفهمي الحقيقه؟ كيف يفكر انه انا بعمل هيك شغله؟ ماما شوريا ما رضي انه يسمعني، ماما هو عم يقول إنه رح يبعتك على السجن. أمي ما بدي إياكي تروحي على السجن رجاءً، لا ما فيني شوفك رايحة على السجن ماما. أنجلي أنجلي شوريا ما رح يعمل أي شيء، مثل ما شفتي أنا ما عملت شيء غلط، حتى لو شوريا حملني مسؤولية اللي صار هو أكيد ما رح يبعتني على السجن، أنا بكون أمه، كيف بيقدر يتصرف معي هيك؟ بتمنى ما يحكي هالحكي ماما، يا ريت اللي عم تقولي كان صحيح. خلص شو رح نعمل؟ ماما ما في غير حل واحد وبس. كيف مرتي وكيف الولد؟ ابنك طلع ولد كتير قوي. شو قصدك؟ قصدي كانت حالة مهك والطفل كتير خطيرة، وكان كتير صعب إنه ننقذهم من هاي المشكلة، بس وقفتكم جنبها هي اللي ساعدتها. مهك وابنك صاروا بخير، نحنا طالعنا السم من جسمه. شوريا هلأ فيك تطمن، ونحنا صار فينا نشوف مهك؟ ايه تفضلوا. انتي ما بتوثقي فيني؟ هالشي اكيد اكتر ما بثق بحالي. اي لكن رجع انا اعملي اللي قلته، هالشي مفيد لإلك. امي لازم تختفي بمكان بعيد عن البيت، هيك احسن، احسن ما تبقي قدام عيونه. هلأ هي لازم تكون موجودة هون بهالوقت.
أمي، معك شوية مصاري ورح أعطيكي كمان المصاري اللي معي. أنت صار لازم تروحي، خليني كمان ضبلك الدواء تبعك. تفضلي هلأ روحي لمكان بعيد ماشي؟ أنجلي، شو يعني مكان بعيد؟ كيف؟ بدي أبعد عن البيت بهالوقت بنتي. أمي، أنا ما عم قلك تروحي من البيت طول العمر، ولا عم أطلب تطلعي برا البلد، بس بعدي كم يوم لحتى يهدى الوضع ترجعي، بس يروق أخي شوريا وينسى اللي صار بلا ما يرجع ويشوفك. ولا تخافي، أنا رح لاقي خطة مناسبة وكمان قلك شو رح تعملي. أنجلي، أنا كتير خايفة، لهيك خليني احكي مع شوريا بس مرة بنتي، لأنه ما في ضل معصب مني طول الوقت. روحي واحكي مع شوريا مثل ما بدك، ساوي اللي بدك يا، ما بدك تروحي على السجن؟ طيب روحي على السجن يلا. لا أنجلي، مو هاد كان قصدي بنتي أبدا. عن جد؟ لكن شو هو قصدك؟ رجعاً قليلي أنا. أمي رجاءً حاولي تفهمي علي، أنا خسرتك مرة قبل بطفولتي، ما بدي أخسرك مرة تانية، لهيك عم أطلب منك بترجاكي إنك تفهميني، بترجاكي أمي رجاءً بعدي عن البيت فترة. أمي لسه في آخر شغلة تعمليها قبل ما تروحي. خالتي، شو صار؟ أنا ما خفت، بس ما تفكروا إنه رح أترككم وروح بهالسهولة هي. أنا ما خفت أبداً مهيك، بس أنت هلأ مو لحالك صدقيني. خدي وين خالتي؟ لا تجيبي لي سيرتها أبداً. وصلتي لهون بسببها، وهي اللي وصلتنا لهون. أنا ما توقعت تعمل هيك وتنزل لهالمستوى. كيف بتعمل هالشي اللي عملته؟ صرت أخجل سميها أمي. لا تعبي حالك مهيك، على مهلك. أنا عم خبرك الحقيقة، أنجلي إجت لعندي وخبرتني شو كانت نوايا أمي تجاهك، بس وقت شوريا أنت واحد ما بتفهم، الكل هون بيعرف شو هي نوايا أنجلي تجاهنا إلا أنت شوريا. خالتي مستحيل إنها تعمل هيك شيء، كيف قدرت إنك تصدق حكيا؟ بس أنجلي هي أنجلي اللي وحدة مانا صادقة. أنت إمتى رح تفهم شوريا إنه هي كانت عم تضحك علينا طول الوقت؟ أنت مانك شايف يعني؟ حاولنا نشرح لك أكثر من مرة بس أنت ما بدك تسمعنا. شو قصدك بهالحكيات؟ قصدي مبين شوريا، كلنا منعرف حقيقة أنجلي منيح، من فترة طويلة نحن عم نحاول نفهمك بس أنت ما كنت حابب إنك تفهم بنوب. كل المصايب اللي صارت بسبب أنجلي. مهيك 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 شو عم تساوي انتي؟ انا رح ساوي شي كنت رح ساوي من زمان كتير شوريا. شو نسيت انك عرفت انجلي من كم يوم؟ وكمان خالتي اللي ربتك ولازم تعني لك اكتر شوريا، كيف اتهمتها معقول؟ كيف قدرت تصدق هديك ببساطة؟ انا قلت لها انها تسلم حالها اليوم بس هي اجت سممتني بدل ما تعمل هالشي. لازم روح لعند خالتي قبل ما أنجلي تأذيها، أنجلي وحدة سيئة. بس مهيك اسمعي، أنجلي اللي خبرتني إنه أمي حطت لك سم بالرز بحليب. كيف بتصدق إنه خالتي ممكن تسمم الرز بحليب تبعي؟ هذا اللي عم قوله شوريا، هي استغلت سخطك حتى تخلق سوء تفاهم بينك وبين أمك وتبعتكن عن بعض، وإنت تهمتها لخالتي وتركتها لوحدها؟ استنيني على مهلي. you
شوريا، خط التليفون الأرضي مفصول. أمي، أنا اتصلت بالمحامي وخبرته، حتى هو هاد رأيه أنه هي أحسن فكرة فينا نعملها. الرقم المطلوب خارج نطاق التغطية حالياً. خلص شوريا، أنا كمان عم بحاول اتصل، كان بدي خبرها أنه مهك والولد بخير، بس أنا ما قدرت أوصلها، حتى تليفون أنجلي كان مطفي، يعني ولا وحدة قدرت أتواصل معها. مهك بنتي، قولي لي انتي ما بتثقي فيني؟ بتعرفي قديش بحبك وانا دائما كنت عاملك مثل بنتي. انا بعرف انك بريئه ومالك ذنب. خالتي أنجلي هي المسؤولة عن كل اللي عم يصير. صدقيني هي اللي تلاعبت فينا كلنا، وهي اللي خدعتك كمان. وكمان هي سبب الخلاف بيني وبين شوريا. هي استغلتك عاطفياً لتاخذ كل شيء. بدهم يعملوا فجوة بيني وبينك ماما. مستحيل يا أنجلي، ما حدا بيقدر يطالعك من هالبيت طالما أنا هون. شفت المحامي من فترة، ورح أنقل ملكية هذا البيت على اسمك يا بنتي. أنجلي، هاي الوكالة الرسمية. هي كل اللي عملته بس مشان مصلحتها. صدقيني خالتي. أمي الحقيني أنجلي. خالتي مزبوط، أنا اللي خطفتها، بس كل اللي كان بدي إياه هو أن تغير تصرفاتها. حاولت كتير إني ما أزيها، وما تمنيت إني ضرها بشي يوم، بس أنجلي هي اللي خطفتني وحطتني بمكان لا يبيعوني. إيه أكيد. لا تعصبي كتير، لأنه اليوم أنتي لازم ترقصي لهم مرت أخي، ورح تاخدي لهم عقلهم. هي قالت لي لا تعصبي كتير، لأنه اليوم أنتي لازم ترقصي لهم يا مرت أخي، ولازم تاخدي لهم عقلهم. هي البنت هي السبب، هي السبب بإني تعرضت لهالشي السيء، وهي كمان حاولت إنها تقتلني. أختي. أمي. خالتي، انتي ما رح توقعي على اوراق الملكية. ما هيك حبيبتي، حكياتك واخبارك ظريفين كتير. شو حلو. صح أمي، كل شي قالته مهك هلأ صح، أنا عملت هالشغلات هاي. أنجلي أنت شو عم بتقولي؟ ليش لا تعملي كل هالشغلات؟ أمي، أنا بقول بكل فخر أني سويت هاد الشي. إيه بعترف فيه. وأنتي مهك، خليني قلك هالشغلة، أمي من شوي نقلت كل الأملاك لأسمي. لك انت كيف بتتجرأي؟ لك اسكت. امشي يلا وهاد اتركها يلا بعد. هاي شوريا. ما
ما بدي يصير أي مشاكل جوات بيتي، فهمان؟ جيب لي كرسي. اسمعني شوريا، طلع من بيتي. تعرفي إنه أنا صرت بكره ناديلك يا بنتي؟ شو بتمنى لو إنك ضليتي ميتة؟ أمي المسكينة هي حبتني لدرجة إنه ما عاد توثق بحدا بعائلتها. يلا انبسطي، لازم تكوني مبسوطة لأني خليتك عايشة. خالتي لا تناقشيها، ما بتستاهل هذا الشيء. ليكي مهك، مو عبالي أحكي معك بنوب، عم تفهمي؟ يلا خدوهم كلهم لبرا، ما بدي حدا ببيتي. طالعوهم. بعدوه بعدوه. طلعوا لبرا. اتركوني. روح، نحن طالعين. يلا طلع. يلا خالتي. وهلأ كلكم طلعتوا من هذا البيت اللي صار بيتي. انتوا اللي تعودتوا تعيشوا بالقصور كل حياتكم، هلأ صرتوا عايشين بالشوارع. سكتي، انتبهي كتير منيح على حكيك، لا تكوني واثقة لأنه نهايتك رح تكون سيئة ورح تندمي على الشي اللي عملتيه. وتذكري منيح إنه عن قريب رح تفقدي غرورك ورح تتدمر حياتك السعيدة لأنك عم تحاربي كل الوقت لحالك. بس أنا كانت معي عائلتي وعم تدعمني بكل شي صار. حضري حالك كتير منيح يا أنجلي، لأنه في عاصفة جايتك. عنجد؟ لما ما رح تلاقي أكل تاكليه، شجاعتك هي كلها وتصميمك على كلامك رح يختفي يا حلوة. في عاصفة، طريقة لعندك. يلا روحي. لك يلا خلصوني بقى. رجاكم سامحوني، انتو صرتوا بالشارع بسببي، سامحوني. بترجاك سامحني يا شوريا. انتي شو عم تحكي امي؟ هي كانت غلطتي إلي، كان لازم اوثق بمهك وكون حذر من انجلي. مهك انا بترجاكي تسامحيني، انا اسف اني ما صدقتك، رجاءا سامحيني. بترجاكم خلص بكفي اعتذارات بقى. هلأ المفروض انه نحن نتحد ونحاربها. نحن لازم إنه نرجع كل اللي أخذته منا أنجلي بسرعة، البيت تبعنا وشغلنا كمان وجماعتنا سوا. بترجاكي حاجة تبكي يا خالتي لحتى تهدي، فكري إنه نحن سوا. والشي الأهم لا تنسي هالخداع بحياتك، لأنه هذا الشي رح يعطينا القوة لحتى نقاتل. ارجع لأنجلي، زدتو لفيكي برات وعيتي تشيليز. لازم ما تيأسوا، نحن لازم نشتغل مع بعض لحتى ننجح، المهم نضل سوا. هلأ منروح على الشرطة، أنجلي متورطة بقصة كتير كبيرة بتخص البنات وأنا عندي دليل ضدها. بحياتي ما توقعت إنه يكون في عندي بنت سيئة مثل أنجلي. خالتي بترجاكي ما تضايقي حالك أبدا، أنجلي ما بتستاهل إنك تعتبريها بنتك. نيهال خديها لخالتي على البيت السعيد، وأنا وشوريا رح نروح على المغفر.
كنتي دائما تعتني بكل العيلة. شوفي هلأ خلص صار دوري أنا. أنا في عندي دليل ضدها. أنت كيف عم تحكي معي هيك؟ بس اليوم بنت حماكي اتصلت فينا، خبرتني إنك تركتي البيت بسبب خلاف عائلي، لهيك نحنا ما فينا نفتح محضر. كان في عالم خاطفيني وكانوا رح يبيعوني كمان. بس بهداك اليوم أنت ما خبرتينا بهذا الشيء أبداً يا مدام. لو سمحت اتصل بالبنات اللي أنقذتهم هداك اليوم وهنن رح يخبروك عن تورط أنجلي بهذا الموضوع. يا بنتي جيبي لي البنات. اسمعوا يلا خبروه إنه أنجلي اللي خطفتنا. يلا. إيه صح، كان في وحدة اسمها أنجلي كانت كل الوقت عم تضايق على مهك. بصراحة أنجلي كانت عم تحاول تنتقم من مهك. كيرتي ليش ساكتة؟ أنتي ليش ساكتة؟ لا تجبروها يا بنتي. بدك تحكي؟ سيدي أنا ما بعرف حدا. شو؟ ما كان في بنت اسمها أنجلي. كيرتي انتي ليش عم تكذبي؟ شوفي نحن هون معك، بس قولي الحقيقة وما تخافي من أي حدا. ما تاكلي هم بنوب، بترجاكي. يلا أحكي. سيدي أنا ما بعرف شي. كيرتي! مهك لا! اوعك تضربيها، إذا ضربتيها منخسر القضية. بعتذر مدام، نحن ما فينا ناخد إجراءات قانونية بدون أدلة كافية، وحالياً ما عنا دليل كافي ضدها أبداً. يا بنتي، خذي البنات من هون. كيرتي! أنت ليش هيك عملتي؟ طلعي بعيوني وجاوبيني على سؤالي لشوف. اختي انا شو فيني اعمل؟ انا بنت من عيله بسيطه، انتي انقذتي حياتي، رح ضل ممنونتك على هالشي طول ماني عايشه، بس انا فيني بلش حياتي بالمصاري اللي اعطتني اياهم انجلي اليوم، وهيك ما بقى حدا بيجبرني على شي مو منيح. الو شاطر اخي، معك. انه انت هلا رفعت علي دعوه قضائيه. اخي لازم يكون خاب املك بعد كل اللي صار. انا صرت بملك عقارات ضخمه كتير، انا صرت غنيه اخي وفيني اعمل الشيء اللي بدي اياه. اخي انتو هلا مغلوب على امركم. عندي فكره كتير منيحه، بقترح عليك تقبل الهزيمة وتترجعني، ويمكن فكر سامحك وحاول أعطف عليكم وساعدكم. وإلا كل ما قاتلتوا أكتر كل ما عانيتوا أكتر. فكروا وخذوا قرار. عن جد شو إنها وحدة أنانية، خاطرتي بحياتك لتنقذي هديك البنت بس هي ما وقفت معك. هي نسيت كيف هنن عذبوها، كيف فيها تدعمهم؟ اختي خالتي عم تتصل من امريكا. شوريا شو لازم ساوي؟ ليش هيك خايفه مهك؟ حاكيها بكل هدوء، اكيد هي عم تتصل حتى تهنيكي، هي رح تصير ست وكمان انتو من زمان ما حكيتوا. لا تقلقي. أهلين خالتي، شو أخبارك؟ أنتي بخير؟ ولا كلمة. خالتي هو أنا ما قلت لك ولا كلمة، أنتي بس اسمعيني. كيف قدرتي تخبي عني هالشي؟ أنا هيك وصيتك تكوني بغيابي؟ بس أنتي مفكرة إنك كبرتي؟ مفكرة فيك تحلي مشاكلك لحالك؟ خالتي لهذا السبب ما كان بدي أضل بعيدة عنك، لأنه أنتي ونهال ما بتفهموا. حجزت تذكرة طيران على الهند ورحل كل شيء أول ما أرجع. يعني لو ما خبرتني اليوم دولي ما كنت عرفت الحقيقة. خالتي
انت ما فيك تحفظ السر يعني؟ خلص نهال بكفي، كانت معها حق بكل شيء. انتو دائما بتفكروا حالكم اذكياء كتير، بس شو صار؟ انت ما لازم تخبي اي شيء عن عيلتك، لازم تشاركي مشاكلك معهم، والا كيف رح يقدروا يساعدوكم؟ اسمعي، اول ما اجي دغري رح رتب موضوع اقامتنا قريب منك، فهمتي؟ خالتي ما في داعي لهذا الشيء ابدا، كلياتنا هون مع بعض ورح نلاقي حل ونساعد بعضنا، رح ندبر كل شيء. ماشي، باي. رح اتاكد امتى فينا ننتقل على بيت اهلي. ما في داعي لهذا الشيء. امي، نحن رح نرجع على بيتنا، انا بوعدك رح رجعك على البيت باسرع وقت ممكن. شوريا، نحن كيف بدنا نرجع على بيتنا؟ في خطه بس مو كامله، ما بعرف قديش انجلي اخذت احتياطها، لهيك لازم فكر منيح واشتغل على نجاح الخطه. شوريا، قل لي شو الخطه. غدي شربيه بالاول. يلا قل لي الخطه، انت ليش عم تعاملني وكاني ولد؟ هذا الشيء مو من شانك، هذا بس من شان ابننا. يلا شربي الحليب كله. طيب ماشي، ما رح اقول لك شو خطتي. طيب خلص لك ماشي، انا رح اشرب الحليب. اشربي الكاسه كلياتها، ماشي؟ ما هيك كل يوم بتشربي كاسة مثل هيك. شوريا، أنا في عندي فكرة. مين أنت؟ وقف، المدام مشغولة. استنى، مين بتكونوا وشو بدكم؟ مدام، من قسم المعلومات، نحن جايين مداهمة، وهذا هو الأمر لتفتيش البيت. بس ليش هون؟ في تباين بتسجيلاتنا وفي عليكم ضرائب كمان، لهيك نحن لازم نفتش البيت. فتشوا بكل زاوية، يلا فتشوا منيح. حاضر. اتأكدوا من هاي الغرفة، يلا بسرعة. حاضر. هون بسرعة. أنجلي، وين الخزنة؟ وين الخزنة؟ هني. تحية، يلا يلا تحية. طيب خود هدول، بتصادروهم، صادروا كل شيء ممكن يفيدنا حتى نخلص من هذا التحقيق. يلا. حاضر استاذ. امشوا. أهلي وحبابي وعن داري حلمي الصغير.